زنه والفارس اللي خيول السبق يعزنه اطلق سنها وصار السبق مجراها والفارس اللي خيول السبق يعزنه. ايها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم يتجدد اللقاء. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل أيضا مع شوط آخر يحمل في طياته فئة الجعدان. نتحرك مع هذه الشعارات نتحرك أيضا مع 2 كيلومترات لنتابع هذا الحدث الهام من 2 كيلومترات. نرحل مع مقدمة الشوط نعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى المتقدمة في هذا التحدي. شعار بن مرخان على المركز الأول يسجل حضوره مع المركز الأول يطلع في هذه اللحظة ويتقدم مغرد سعيد بن راشد بن مرخان. أما المركز الثاني يقول شاهين سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيد قادم ايضا بالمركز الثاني. والمركز الثالث عندنا مايهاب محمد الخميس بن هندي المهيري شعاره احمد بن عبد الله بن رفيعه ايضا موجود مع مقلوع بالمركز الرابع. والمركز الخامس اقول هناك صنديد سعيد بن سهيل بن دليوي الاشتبي. والمركز السادس من واقع الشعار شعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجه للخمسه والستة المراكز الأولى. نعود مرة ثانية نعود مرة ثانية مشاهدينا متابعينا الكرام. السعيدي السعيدي يقدم الشاهين يعقوب بن عبد الله السعيدي على مقدمة الشوط. المركز الثاني بن مرخان. المركز الثالث مقلوع محمد بن عبد الله بن رفيعة. بالمركز الثالث المركز الرابع عندنا مروي علي بن سالم بن سليم. هذه الأسماء هذه الأسماء وهذا هو شاهين واسرع من الشواهين. روح شاهين ياينك شاهين ياينك يوك يوك يوك. معتاد بالغافرية معتاد بالغافرية المعود على الأول المعود على الأول المعود على الأول على الأول على الأول. يطوف يطوف شفت القعود الفردي عليه واسم الدار ولا دخل بالنادي ولا بدون صوت يعني يا بالغافرية بدون صوت بالرفيعه بالرفيعه مقلوع السادي مقلوع لهباب 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 محمد بن عبد الله بالرفيعه. صباح الخير الثاني السعيدي والمركز الثالث بالغافريه.